في حضور سمو الشيخ جمعة بن مكتوم المكتوم، احتفل مركز محمد بن راشد للتواصل الثقافي الحضاري بالذكرى 44 لاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بمشاركة أطفال المركز وبمشاركة مميزة من مدرسة الجاحظ الحكومية بدبي، الذين أثروا الحفلة بلوحات وطنية معبرة عن بهجة المناسبة والفرحة بازدهار الإمارات وتألقها، وذلك في مقر المركز بدبي في منطقة الوصل. إن هاي المناسبة اللي تجمعنا اليوم هي غالي على قلوبنا، وما أجملها من ذكرى قيام اتحاد الإمارات 44، ونحن في هذا اليوم الذي بدأ مسيرة سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جزاه الله عنا خير الجزاء، فهو ثمرة من ثمرات هذا الاتحاد. في هذا اليوم الذي نحتفل به قيام عيد اتحاد الإمارات 44 تذرف العين دمعتان، دمعة فرح ودمعة حزن. دمعة فرح نزف بها شهداء وطننا الغالي إلى جنات الخلد بإذن الله، ودمعة حزن إن ألا يكون هؤلاء الأبطال الشهداء بين أهليهم وذويهم، فما لنا إلا أن نقول جزاهم الله عنا خير الجزاء وأسكنهم فسيح جناته. في هذا اليوم الذي تجمعنا الفرحة كما جمعنا الاتحاد، نهنئ ونبارك لشعب الإمارات وحكام الإمارات، ونقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإماراتنا الحبيبة وشيوخنا وشعبنا بألف خير. قدم مركز محمد بن راشد للتواصل الثقافي الحضري فقرات متنوعة ولوحات وطنية ورقصات شعبية، فهو عرس وطني حقيقي يفرح فيه الكبار والصغار، منشدين ألحان المحبة والوفاء والولاء لهذا الوطن المعطاء في عيد الاتحاد 44. هذه المناسبة العزيزة على قلوب المواطنين والمقيمين وكل من أحب هذه الأرض وعشق سماء الإمارات. حكمها حكم زايد ولا فيه تغيير، ونظرة تعدت عين.